هكذا كان المشهد في الكويت في اليوم الذي يسبق الحظر الكلي، مشهد في بعض الأحيان تطور إلى عكس الهدف المرجو من الحظر. ويبدو أن كل التطمينات التي صدرت من مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التجارة أن أزمة كورونا صحية ولم تتحول إلى أزمة غذائية، إلا أن كل ذلك لم يمنع التدافع لتخزين المواد الغذائية. وكان قرار مجلس الوزراء قد سمح لكل فرد التسوق في الجمعية مرة واحدة كل أسبوع من خلال حجز موعد على الموقع المخصص لذلك. إن شاء الله المرحلة الأخيرة من الإجراءات وهي الحظر الشامل إلى ما بعد العيد، نسأل الله إن شاء الله أن من بعد ذلك نبتدي بخطوات العودة إلى الحياة التدريجية. الحظر الذي سيستمر لـ20 يوم من الأحد 10 مايو حتى آخر الشهر يأتي بعد أن تجاوز عدد المصابين في الكويت 7600 حالة وعدد الوفيات 49. وقد ألقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد كلمته بمناسبة 10 الأواخر من شهر رمضان، والتي ركزت على الأوضاع الحالية وضرورة احترام الحظر. وأيضا أشار أمير الكويت إلى ضرورة مراجعة منهج ونمط الحياة اليومية وترشيد استغلال الموارد وتقليل الاعتماد على الغير في العمل. تجربة جديدة تعيشها الكويت مع تطبيق الحظر الكلي، وأمال أن تنتهي المدة بعودة الحياة تدريجيا، إلا أنه يبدو أن كورونا ستخلف أثارا كثيرة، وربما الحياة بعدها قد تختلف عما كانت عليه قبلها. نجوى عسران، CNBC عربية، الكويت.